الو الو، السلام عليكم اختي. مرحبا الو، عليكم السلام. انت سمية؟ سمية اللي معاك اختي. مرحبا، انقيض غير الرقم ديالك. مرحبا. انقيض غير رقمك. طيب، خمسة. اسمي انت اختي؟ اسمي كوثر، شحال في عمرك كوثر؟ 38 سنة. اش من هنا نسيت كوثر؟ طنجة. طنجة. طنجة هي العالية. عازبة ولا فايت فيك الزواج؟ لا، عازبة. شو المستوى الدراسي ديالك؟ قولوا إعدادي. فاش خدامة؟ لا، حاليا يعني الدار ما خدامش. كتقبلي التعدد؟ تحياتي ليك محمد السعيدية. شنو قلتي يا اختي سمية؟ سمعتك. كتقبلي التعدد؟ كوثر مرحبا. لا لا لا، لا تقبل التعدد. تقبلي تعيشي مع عائلة الراجل؟ ماشي مشكلة، ماشي مشكلة بالنسبة للعائلة. الراجل ماشي مشكلة، كان بوحدو نتينا محجبة؟ مع العائلة. الو، قلنا لك مع عائلة الراجل، قلتي اه مع العائلة ماشي مشكل، شوية وليتي الا كان بوحدو. ما فهمتش واش اختي شاربة دواك ولا ما شارباش. والله ما سمعتك اختي سمية، شنو قلتي؟ شنو مشكل عندك يا اختي؟ واه ما يمكنش، واش ودنيك تقال وما كتسمعيش انتي صمكة؟ لا، علاش؟ ايوا بلاكي كاهضر معاك ما وقيل كتسمعيش. الريزو، ما قيل الريزو ما كيمشي كيمشي. ما سبحان الله، ما تقدرش تعرف الريزو، ماشي من عندي انا الحمد لله. كتقبلي السكن بس العائلي؟ تسكن مع اي كنقبل. انت محجبة؟ محجبة. اي محجبة. عندك شي مرض لسه كدوي عليه؟ لا، الحمد لله ولله سليم الحمد. الصحة. واخا، شريك الحياة شحال يكون في العمر ديالو؟ من 40 حتى نقولوا 49، المهم حتى 50، ما يفوتش شي 50. من اش مدينة بغيتي؟ ضروري هو من طنجة ولا منين ما كان؟ من الأحسن يكون من طنجة صراحة. الله، بغيتي خلينا حدا داركم. والله ما كرهنا. اي مزيان اختي، بقاي حدا امك. يكون ماشي مشكلة، كان مطلق وعنده ولاد. لا، امل عنده الولاد نريد لا، ماشي طالب مشكلة، ما شارك. عنديش مشكلة. ايه، الا كان على قد الحال تقبلي عليه؟ ايوا، على قد الحال في حالي يعني، على قد الحال فيها درجات، ماشي مشكل يعني. لا حسب، نشوفوا واخا، ماشي تعرف. اللهم يسهل. دوزي عندي الواتساب. اللهم يسهل. مع السلامة.